أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان، بحييكم تحية النعمة والمحبة والسلام في شخص ربنا يسوع المسيح، وصلاتي إنه الرب يباركك اليوم ويشرق بنوره على حياتك ويسدد جميع احتياجاتك. موضوع اليوم بعنوان ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس، وهذه الآية أحبائي مأخوذة من سفر أعمال الرسل إصحاح الخامس، وخلينا أقرأ الآية في سياق الحديث قائلا: أما أوصيناكم، هون بيتكلم رئيس الكهنة وشيوخ قائلا: ما أوصيناكم وصية أن لا تعلموا بهذا الاسم، وها أنتم قد ملأتم أورشليم بتعليمكم وتريدون أن تجلبوا علينا دم هذا الإنسان. فأجاب بطرس وقالوا بطرس والرسل وقالوا: ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. طبعا هذا تعبير عن شخص اختبر قوة حضور المسيح. بنفس سياق الحديث بيتكلم بقول: ونحن شهود بهذه شهود له بهذه الأمور، والروح القدس أيضا الذي أعطاه الله للذين يطيعونه. فلما سمعوا حنقوا وجعلوا يتشاورون أن يقتلوهم. أحبائي، التلاميذ كانوا خايفين بالعلية، امتلأوا من الروح القدس وخرجوا إلى منطقة الهيكل، وبطرس الرسول وعظ 3000 نفس اعتمدت في هذا اليوم، وابتدى تعليم المسيح ينتشر. وبعدين في الإصحاح الثالث حدثت معجزة عظيمة، شخص مقعد من بطن أمه كان بيستنى صدقة، كان بيستنى حسنة، لكن بطرس قال له: انظر، تفرس. ولما اطلع على وجه بطرس قال هذه العبارة: ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي إياه أعطيك، باسم يسوع المسيح الناصر قم وامشي. فقام. طبعا كانت المعجزة في منطقة الهيكل أمام الجميع، والنتيجة أحبائي إنه بطرس ويوحنا أخذا إلى السجن، وبرضو الرب أعطاهم نعمة لما طلعوا من السجن، وابتدت المعجزات تزيد أكثر وأكثر. صار في الإصحاح الخامس في خوف في الكنيسة، ولسيما في واحد اسمه حنانية وزوجته سفيرة كذبوا على الروح القدس، فاثنين سقطوا أموات، وانتشر التعليم في أورشليم. وبعدين قام رئيس الكهنة وجميع الذين معه اللي هم شيعة الصدوقيين، امتلأوا غيرة وألقوا الأيادي، وطبعا حطوا التلاميذ الرسل، حطوهم في السجن. لكن اللي صار أحبائي إنه ملاك الرب جاء وأخرجهم من السجن، وطلب منهم إن يرجعوا يتكلموا بالبشارة في نفس المنطقة، في منطقة الهيكل. في الصباح التالي لما طلب رئيس الكهنة إنه يحضر الرسل للمحاكمة، راحوا لم يجدوا الرسل، شافوا الأبواب مغلقة. وبعدين جاءت جماعة تانية قالوا الجماعة موجودين في منطقة الهيكل وعمالين بيكرزوا. وطبعا مع الكرازة مكتوب عن بطرس: جاء بطرس يخيم ولو ظله على أحد منهم، وكانت يعني تكون في شفاء. الآية بتبتدي في آية 15: حتى أنهم كانوا يحملون المرضى خارجا في الشوارع ويضعونهم على فرش وأسرة، حتى إذا جاء بطرس يخيم ولو ظله على أحد منهم، وكان في شفاءات عظيمة. رجع رئيس الكهنة طلب من الخدام الهيكل الحراس طبعا إنه يحضروهم، لكن مش بعنف هاي المرة، لأنه كل الدنيا شايفة المعجزات والآيات والحركة والقوات والرسالة الحلوة اللي عم بيشهدوا فيها. من أكم يوم كانوا خايفين مرعوبين، حاليا عم بيتكلم بكل جرأة بكل جهارة ومستعدين يموتوا من أجل يسوع المسيح.
فلما احضروا بطرس وباقي الرسل عم بقول لهم اما اوصيناكم ان لا تعلموا بهذا الاسم، هذا الاسم، وها انتم ملأتم اورشليم بتعليمكم. وطبعا يعني كان رد الرسل وبطرس ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. في آية احبائي 33، فلما سمعوا حنقوا وجعلوا يتشاورون ان يقتلوهم. ليست نفس القصة بتتكرر؟ اتذكرون عندما قال قيافة ينبغي، يعني من الافضل ان يموت شخص واحد عن تهلك الامة، كان بيتنبأ عن المسيح لكي يجمع ابناء الله المتفرقين الى واحد. وها نفس المؤامرة، رؤساء الكهنة في أورشليم شافوا المولود أعمى وسمعوا عن إلعازر اللي مات وأنتن، وأن الرب أقامه بعد 4 أيام، وسمعوا من الشهود عن كل المعجزات اللي أجراها المسيح في الهيكل. ومع كل هذا كان مخاوفهم مخاوف سياسية، إن تركناه تأتي، طبعا بيتكلم عن السلطة الرومانية، ويأخذون مواقعنا وبيعطوها لناس تانين. هذا الخوف كان تبعهم. وهون الرسل ملأوا التعليم أورشليم، شو نعمل؟ فصاروا يتشاوروا ويتآمروا على قتل بطرس. الأغرب من هذا إن التلاميذ رغم الاضطهاد ورغم الضرب كانوا فرحين، لكن الرسول بطرس تكلم بعبارة واضحة جدا، ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. هاي كانت وصية يسوع، أن يذهبوا ويتلمذوا جميع الأمم، أن يكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، أن يبتدئوا بأورشليم ويصلوا إلى أقصى الأرض. فعدم الطاعة هو عصيان لوصية الرب يسوع المسيح. فيقول الرسول بطرس احكموا، ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس، ونحن شهود لذلك والروح القدس. فإذا من يستطيع أن يقاوم شخص مختبر؟ شخص يعني اليوم مثلا أقول لك تعال نتحاور، طب إذا أنت بتتحاور مع شخص مختبر وحتى لو ما عرفش يرد على أسئلتك، لكن اللي بيعرفه أنه كان في الظلم صار في النور، اللي بيعرفه كان إلي موت صار إلي حياة، اللي بيعرفه كان إنسان عايش مقيد بعبودية الخطية لكن أصبح يعيش بالحرية، اتفك من السجن وصار يدرك إنه إله حياة أبدية. فحتى لو لم يستطع، الشخص المختبر هي أقوى شهادة وأكبر دليل وأكبر برهان. لكن دايما كل شهادة وكل اختبار ينبغي أن يكون مبني على أساس كلمة الله. فإذا الخدمة بتدل إنه المسيح حي، وإنه معجزات المسيح وتعاليم المسيح استمرت من خلال تلاميذ المسيح، من خلال الرسل. فكان يؤيد الآيات التابعة، كان يؤيد بمعجزات حقيقية، وهذه المعجزات كانت الناس تشوفها، لدرجة كان يجيبوا كل المرضى ويحطوها في الشوارع، حتى ظل بطرس ولو مشي وخيم على أي مريض كان يشفى من المرض. فإذا أحبائي لاحظ الكلام، يعني الملاك فتح السجن واستمروا بالرسالة. طب فإذا شو اللي بخلينا أو بيمنعنا من أنه نتكلم بالشهادة؟ عدم الاختبار الحقيقي. وأريد أن أقول مش ممكن تكون مسيحي إذا الروح القدس مش ساكن فيه. اللي بيشهد واللي بيتكلم عن يسوع بيكون فيه الروح القدس. بعدين اليوم ابتدينا نلخبط الاصطلاحات، الحكمة استبدلناها بالخوف أو الخوف استبدلناها بالحكمة، وبالحقيقة هذه تعبير عن عدم المحبة. كيف تحب الناس وانت مش عم بتكلمهم عن يسوع؟ ألم تسمع ما قال رسول بطرس، ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس؟ أين الأولويات؟ أين الرؤية؟ هل الروح القدس ساكن فيك؟
هل فيك محبة الله انسكبت في قلبك بالروح القدس؟ هل فعلا بتحب الناس؟ مش عاوز تشوف أي إنسان يهلك؟ أنا بصلي اليوم إن يكون شعارك وشعاري. الحكومات ممكن تعمل حواجز، والسلطات الدينية أو السياسية ممكن تمنعك تتكلم، لكن بالحقيقة لا توجد أي سلطة ولا أي قوة ولا أي سلطة دينية أو سياسية تستطيع أن تمنع أضعف مؤمن من أن يشهد وأن يتكلم عن يسوع المسيح، إلا بحال إذا أنت خايف، إذا أنت بتساوم بتساير تتهادن على حساب الحق الكتابي. بصلي في اسم الرب يسوع المسيح حقا تمتلئ من الروح القدس، حقا تتوج المسيح ربا ومخلصا على حياتك، تتكلم عن شخص المسيح. والسؤال صراحة، هل في شيء بيخجل أو بيحرج في شخصية المسيح؟ ما تستحفيه، تكلم عنه ووصل محبة الله للناس، لأنه يوم من الأيام أنت مطالب. بقول إذا هذا الشخص هلك كان عنده الفرصة يسمع وما حكيت له، أما دمه فمن يدك أطلبه. بصلي هيك نعمة الرب تحل علينا وقوة الروح القدس يعني تظللنا، ونعمة الرب ترافقنا، ومحبة الله تحصرنا، وكلمة الله تفيض فينا كأنهار بقوة كسيف الروح نتكلم. وأنا عاوز أقول إذا أنت صممت أنك اليوم تتبع يسوع المسيح، صليها، قل له يا رب ارحمني أنا الخاطئ، اغفر لي خطاياي، طهرني من كل إثم، أنا بدعوك إلى حياتي، بتوجك رب ومخلص على حياتي. إذا محتاج مساعدة روحية تواصل معنا، بحب أنه نساعدك. ربنا يباركك، واعمل شير لهذا الفيديو. ربنا معك.